دائما ملي كيكون اختيار كيكون اختيار واحد اتجاه ولا اتجاه اخر. حنا درنا كاع اللازم ديالنا، درنا لقاء معهم، عرضنا والديه الاب ديالو الاخت ديالو، ورينا له واحد الرغبه كبيره باش يلعب معنا. انا مشيت شتو تلاقيت معاه في لندن باش نهضر له على البرنامج ديالنا، على الفلسفه ديالنا والمستقبل اللي حنا باغيين في الفروق الوطنيه. وكان عطانا الوعد باللي ما ياخذ الاختيار ديالو، يدير الاختيار ديالو غير منين غنستدعوه في واحد لادات فيفا، وحنا كنا غادي نجيبوه في هاد لادات فيفا اللي جايه، وخذا قرار. دونك حنايا اللاعب اللي بغيناه يجي ملي كيكون من مواليد في اوروبا، حنا بغينا ذاك اللاعب يكون قرر 100% باش يلعب معنا مع الفريق الوطني. اذا كان عنده واحد الشك احسن ما يجيش، لان يجي باش من بعد يتردد باش يمشي مع فريق وطني اخر، هذاك اختيار ديالو خصنا نحترمه. عندنا وليدات اللي اختاروا المغرب، كان واحد اللعبه اللي عندهم 13 14 15 عام اللي اختاروا في هذه اللحظه المغرب، ولكن ما عارفينش واش غادي يستمروا مع الفريق الوطني. ولكن حنايا المسؤوليه ديالنا هي نبقاو نحبوهم هذا الفريق الوطني، القميص الوطني. وبور لانستور عطينا زعما الاسبقيه لنا، ولكن ما ننساوش بلي عندنا لعابه اللي شبان اللي تكونوا هنا في المغرب وبداو يخرجوا على برا عندهم 19 عام. كاين يوسف الناصري اللي كان ديجا نادى عليه ايرفي رونار، واخا ما مشاش في واحد طرابوس وراه كيلعب في مالاغا وكيلعب في الفريق الاول وكي زعما كيدير واحد الاداء ايجابي. كاين حمزه مندي اللي في ليل، كاين انس نوادر اللي في نانسي، كاين هشام بوسفيان اللي راه في مالاغا. هادو لعابه مكونين على صعيد الوطني ومشاو على برا، وهذوك الوليدات غادي يلعبوا ديما مع الفريق، غادي تكون عندهم واحد الاضافه في اوروبا، وغادي ان شاء الله يطعموا الفرق الوطنيه المغربيه.